ليس بصحيح أن الصيام يمنع شهوة الجماع، بل الإنسان وهو جائع فإنه ربما يتوق أو يطلبها أكثر، ولذلك جاء الصيام ليهذب هذه النفس. إذا استطاع الإنسان أن يكبح جماح نفسه في رمضان فهو أقدر منه على كبحها في رمضان، ولو كان العكس أن الصيام يضعفه فلم تأمر الشريعة أن يبقى الإنسان طول حياته صائما، ولو كان الصيام يضعفها فماذا يفعل الصائم في الليل؟ ولكن جاء الصيام ليربي النفس في قمة الشهوة تكبتها وتجمحها، فتكون أنت أقدر على ذلك في الليل وأقدر منه في 11 شهر.